سوري على الانقطاع لفترة طويلة، كانت عندي أشياء شغلتني والآن راجعة لكم وأعلق على بعض المواضيع اللي صارت حديثا. تمام، انا بس انشغلت عن انه ما اطلع لايف. انا عموما ما احب اطلع لايف كثير، انشغلت انه اطلع لايف، وانشغلت انه انزل يوتيوب واسوي تغطية على بعض المواضيع المستفزة، بس لانه في امور كثير قاعدة تصير بحياتي، في تغييرات كثير، في اخبار حلوة جاية بالطريق، فاحس انه انشغلت يعني. بس هذا الموضوع، بس راجعة. اوكي، عموما who do you keep looking up who's who, oh my god here we go do you think I am تتوقع انه يعني انا الحين قاعدة القن من شخص قدامي وقاعد يقول لي وش اقول؟ او تبيني اقول هالكلام؟ like this is me I just look up if I think I look up like hello stop being paranoid people. حتوني جاية بقول انه انا الكلام اللي أبي أقوله أو الكلام اللي أنا أقوله الآن أو اليوم هذا اللايف كلام طالع من القلب، لاني حافظته ولا معي ورقة أقرأ لكم وشي، طبعا يعني حرفيا أنا قاعدة أتكلم الآن عن طريق يعني أشياء من قلبي قاعدة تطلع أو من تفكيري يعني بشكل عفوي، يعني ما هو كلام منمق، ما بس يعني خلال تجربتي أو خلال مراقبتي لبعض المواضيع و متابعتي بعض المواضيع، فحبيت اني اقول رايي عليها او شيء زي كذا. الشعب السعودي thank you for sharing your thought. فاللي ابغى اقوله انه يا جماعه الشعب السعودي اغلب مشاركته اونلاين صامته، بمعنى لما اقول صامته ما يسوي بعد الاعتقالات اللي صارت لكم مجموعة مغردين أو مجموعة أشخاص عندهم حسابات في تويتر، بعد ما صار يتم اعتقالهم بسبب أنهم والله بس سووا تويت لجين ولا سووا لايك لأخت لجين، ف واعتقلوا البنت هذه وحطوها بالسجن فوق 30 سنة بس عشان هذه التهمة، فالناس صارت تخاف من السوشيال ميديا بشكل عام، يعني صارت تخاف تسوي لايك، تخاف تسوي ريتويت أو شيء، يعني حتى الناس صارت تخاف بالغلط لدرجة انهم صاروا يدخلون، وهذه معلومة جتني، يدخلون تويتر من المتصفح مش من حسابهم، فهمت شلون؟ يعني مش من حسابهم بتويتر، يدخلون من المتصفح، تخيلوا، بس علشان يقدرون يشوفون تغريدة، يدخلون من المتصفح يكتبون اسم شخص يطلع لهم تغريدات يشوفون وش كاتب وبس، بس هذا ما من كثر ما هم خايفين. الدليل على اللي صار معاي لأنه دائما الحكومة السعودية أو المباحث السعودية تحاول ترعب الناس بهذه العقوبات اللي والاعتقالات الظالمة، فيحاولون يخوفون الناس بهالطريقة، فنجح موضوع إنهم خوفوا الناس ودبوا في قلوبهم الرعب. حكومة يعني حكومة عصابات، الحكومات دائما تعمل لمصلحة شعبها، هنا عندنا الحكومة لا تعمل لإرهاب وتخويف شعبها، فحكومة عصابات. فاللي صار انه يا جماعة decline. فاللي صار يا جماعة انه الناس صارت زي ما قلت لكم تخاف تتفاعل اونلاين بالسوشيال ميديا، ممكن احيانا تضطر تمدح وتطبل وكذا كحماية لنفسها، ما تبي فلوس ولا تبي شرهات بس كحماية لنفسها علشان يعني ما حد يضرها او شيء، لانه صار الحين حتى لو ما طبلت انت عدو لنا فلازم تطبل، ف للأسف هذا وضع البلد الآن. فصاروا الناس يعني زي ما قلت لكم صاروا الناس يتابعون عن طريق المتصفح، يشوفون كلامك وتغريداتك وزي كذا، ودليل على كلامي إنه زي ما قلت لكم الذباب دائما يلاحق الناس ويخوفهم ويشبه عليهم، أنت تتابع دانا، أنت تتابع الإرهابية، أنا إرهابية، هذه عدوة الوطن، راح نبلغ عليك، راح يسووا هذه الحركات مع كثير من اللي يتابعوني، محاولة تخويفهم إنهم يبون حسابي يصير ما في تفاعل صامت، بحيث إنه أنا أكلم نفسي، يعني يقولون أنت تطلعين لايف ما عندك متابعين زي الآن، ما في ناس قاعدة تشوفه، أنت تطلعين بتويتر تغردين ما في ولا لايك ولا في ولا رتويت. طيب الموضوع مو هنا، الموضوع إن الناس تتابع متابعة صامتة. كيف؟ لما دخلت تويتر حقي أنا وصلحته الآن جديد، يعني من شهر 6 من الصيف هذا، ما غرد فيه كثير زي يعني نشطة بشكل دائم سياسيا أو شيء زي كذا. فتخيلوا كم الاكتيفيتي او الامبريشن بشكل عام في حسابي من اول هذاك اليوم، من اول اليوم اللي فتحته فيه للان، تخيلوا كم، وحطوا بالكم معني متابعين كثير،
والرتويت عندي دائما طايح، اللايك دائما طايح، فتوقعوا كم عندي التفاعل من ناحية المشاهدات أو زيارة الحساب. هذا التفاعل تخيلوا كم، ما حد راح يعطيني رقم، أبغى رقم، أبغى أشوف رقم، أبغى أعرف من اللي متابعين معاي يعني من الأشخاص. التفاعل اللي أتكلم عنه هو أنه أحد يدخل حسابي ويقرأ كلامي يشوفه، هذا بحد ذاته تفاعل. 50 الذباب وده 70%، لا أعطوني رقم، رقم مش بالمية، ما في شيء اسمه بالمية، مش نسبة. 1000، 50000، 50000، 6 مليون، 6 مليون، وعندي دليل بحطه لما أحط هذا المقطع كله باليوتيوب، راح أحط لكم الدليل من حسابي. 6 مليون يا جماعة جاوبتكم، تخيل الحساب توه مفتوح الشهر هذا الأخير، بس مليونين، مليونين الشهر هذا الأخير بس. هذا وش معناته يا الشعب يا جماعة؟ إن السعوديين يتابعوننا ويقرون وش نقول، ويمكن يتفقون ويمكن ما يتفقون مع الكلام اللي نقول، بس يتابعوننا ومهتمين إحنا وش نقول. فلذلك حركات الذباب، القمع وتكفيل الحسابات ومدري وشو، ما فادت. أنا كناشطة حقوقية ترى ما تهمني، أنا عندي متابعين، أنا عندي 1,000,000 متابع، 200,000 متابع، ولا عندي لايك فوق 1,000 لايك، ما تهمني الأرقام، صدق إنها تفرح وتونس، بس ما تهمني قد ما يهمني الناس توصل لها الرسالة، الناس تشوف وتسمع أو تقرأ حتى لو ما تفعلت، هذا اللي يهمني أنا وغيري من الناشطين السعوديين. ما يهمنا ترى التفاعل، أنا ما سويت، هم يقولون أنت بس تبين attention attention، لا أنا ما سويت شيء عشان attention. مجددا أرجع أعيد هذه الجملة اللي غثيتكم فيها لأنها حقيقية واقعية، أنا لو أبي attention، لو أبي سويت زي ما سوت هند القحطاني طبالة وروث طبالتكم الثانية، طبلت عاد إنجليزيتي أحسن منهم ثنتينهم، والله لا طبل، والله لا أنبح، والله لا سوي اللي تبونه، بس أهم شيء يجيني مصروف، أقعد أعلن عندي روجي هذا توني حطيته وأقول من بكرة جاني 30,000 بالحساب عشان يعلنت، ترى أقدر، مش صعب الموضوع، مش إنجاز، لكن ما تهمنا الأرقام، إحنا ناس ما تهمنا الأرقام، إحنا تهمنا الرسالة توصل. وأنا بعد ما شفت إنه المشاهدات الصامتة كبيرة، عرفت إن الناس تسمع، ما تسوي رتويت، ما تسوي لايك عشان ما تبي تتورط، بس الناس تسمع. محاولات الذباب لقمع حساباتي وحسابات غيري باءت بالفشل. وش صار على القضية مع روث؟ جايك الكلام أو جايك أخبار تفرحك بعد، بس خلوني أخلص هذه النقطة. فالشعب السعودي يتفاعل، فالمهم نوصل للنقطة الثانية اللي بتكلم عنها، هذه النقطة خلصنا منها. النقطة الثانية، البوست اللي سويته على التيك توك قريب، مهلاقة جابري، تعرفون مهلاقة جابري الإيرانية، no overly plastic surgery، بس أشوفها حلوة still. فهذه ملكة الجمال الإيرانية، أو عارضة أزياء، يعني ما أشوفها يعني عارضة ولا شيء. هذه السالفة يا جماعة بتكلم عنها الآن، لأنه سويت عنها تيك توك قبل كم يوم وأخذت تفاعل كثير يعني، وأغلبهم الناس قاعدة تقول وش دخل أنت، وش عليك، وإحنا like يعني أغلبهم ناس مغيبين أو ذباب، بس بشكل عام هذه النقطة بتكلم عليها. فتعرفون مهلاقة جابري؟ أوكي، مهلاقة جابري إيرانية عايشة بأمريكا، عايشة حياتها بالطول والعرض، وتتكلم عن أن إيران تقمع النساء، وهذا الكلام أتفق معاها صحيح بالضبط، وسوت يعني كلام أو بوستات تسب فيها الحكومة الإيرانية، خاصة بعد مهسا أميني واللي صار وكذا، وكلنا يعني انقهرنا مش بس هي، على اللي صار للبنت الإيرانية أو اللي قاعد يصل للإيرانيات الآن من قتل واعتقال وتغييب وكله، يعني عشانهم بس ما يبغون يتحجبون. فهي طلعت كلام وتكلمت، وحتى قالت يعني للخميني أنه أتمنى أنك تموت وتنحرق بجهنم، يعني كلام قوي وكبير، يعني يعني متأثرة بالإيرانيات أو اللي قاعد يصير لهم. He's pretty. People are so desperate عشان يستخدمون أي نقطة ويقولون تغارين. ترى مو كل من انتقدت، مو كل من لما امرأة تنتقد امرأة تقولون غايرة، وخاصة لما تكون الامرأة الثانية أجمل أو جميلة أو whatever. ترى يعني إذا ما تعرف مهلاقة جابري وش سوت قبل كم يوم، اخرس اخرس، لأنها سوت حركة جدا مستفزة، غيري منها لأنها حلوة. كم عقلك، كم عقليتك أنت، أنتوا وين عايشين؟ إلى متى، إلى متى غيري من فلانة لأنها حلوة، ولا غيري من فلانة لأنها غنية؟
يعني نترك كل الناس اللي احلى واللي اغنى ونغار من فلانه ولا علانه، بل شوفوا فلانه هذه اللي نتكلم عليها ايش سوت. So anyways نرجع للموضوع مهلاقة جابري. فزي ما قلت لكم تكلمت على الحكومه الايرانيه وزي كذا وانا اتفق معها. بعدها بيوم والله في نفس الاسبوع اصلا، في نفس الاسبوع وهي تتكلم وتغرد وتحط بتويتر وتحط بالانستغرام تسب وحقوق المراه والمراه الايرانيه مقموعه وهيك وهيك، تطلع جايتها دعوه للسعوديه. طبعا انا وانتم الحين كنا طالع بعض عين بعينكم، جايه للسعوديه بلاش ولا كريشات عشان تمدح السعوديه؟ انا إذا أنا خلاص حمد كبدي منهم، إذا أنا أقول الكلام هذا أشوه سمعتها فيها خلت قاضيني. جاية بخشم الريال، بخشم الريال جاية ما عتبي فلوس، جاية البلد هي تعرف، لأن إحنا في السوشيال ميديا والسوشيال ميديا صار عولمة، صار نعرف أخبار أقصى العالم، نعرف أخبار ونعرف شو يصير في بيوتهم ونعرف كل شيء. هي تعرف وش يصير بالسعودية، ما يحتاج تعرف سالفة خاشقجي، تعرف سالفة السعوديات اللي صارت سالفتها بكل مكان، انطقوا طق خميس مشيط، بنات خميس مشيط انطقوا طق جلد وجلد، كلنا تقطع قلبنا وشفناها، كلنا شفناها. واحدة ما ندري إذا ماتوا وما ندري إذا انسجنوا وما ندري اختفت سيرتهم، خلاص نعرف إن ما حد راح ياخذ حقهم ولا راح حد ينقذهم ولا شيء، خلاص انتهت السالفة. انتشرت بالإعلام الغربي، تعرف عنها الحقيرة، تعرف عنها سالفة سلمى شهاب، سالفة مغردات سعوديات غيرها، انسجنوا لأجل تغريدة 30 سنة 40 سنة يا شعب يا مغيب، بس عشان تغريدة عشان لايك. ومهلاقة جابري ترى تعرف القمع اللي بالسعودية، جاية تطلع وهي بالسعودية تقول أنا انبسطت في السعودية وتكرمت وما أدري وشو، وأتمنى دولتي إيران تصير زي السعودية متطورة متقدمة بحقوق المرأة. لعنات يا الكذابة يلي ما جيت اللي بخشم الريال، ما جيتي إلا بخشم الريال، جابك الريال ها نصاب تنقعدة، ولا تهمك لا حقوق لا مرأة إيرانية ولا مرأة سعودية ولا مرأة عربية ولا مرأة عالمية، انت همك بس القريشات وينها في تروحين تطبين. هذا هو الواقع يعني. المهم في التعليقات يقولون ان لا، والمشكلة تتكلم عن الحجاب وما الحجاب وانه مفروض وما ادري ايش في إيران وانها والمرأة والسعودية وتفتح، جاية السعودية بعباية، لا يعني شوفوا النفاق، جاي السعوديه بعبايه عشان البلد او قوانين البلد او عادات البلد، جايه بعبايه وجايه حاطه الطرحه. في بنات ينقتلون وفي بنات ينفرض عليهم النقاب في السعوديه والحجاب، وتعرف هالشيء تعرف، وجايه وتقولين حقوق مرأة والسعوديه ويا ليت ايران تتعلم من السعوديه. طبعا التيك توك اللي سويته اخذت تفاعل، بس في كثير يقولون وش دخل وما ادري وش، وهذا اللي وش دخل. اذا للحين قلت لكم وشرحت لكم وفصلت لكم وضيعت وقتي ونشب حلقي وانا اشرح ومو فاهمين وش السالفه، ولسه تعتقدون ان مهلاقة جابري سوت شيء حلو وكويس ومدحتكم، فالله يعينكم على عقلكم لانكم متخلفين وجهله. ما مدحتكم الا عشان القريشات، لا درت عنك ولا درت عنك انت ولا عن ديرتكم ولا عن وش يصير عندكم من قمع ولا فرض، جت عشان القريشات، اخذت القريشات وراحت. خلصنا من سالفه مهلاقة جابري اليوم، اول باول مواضيع قاعد اعطيكم اياها لاني من زمان ما سولفت عليكم. ندخل موضوع ابراهيم الحصين، اللي ما يعرفون من هو ابراهيم الحصين، متاكده لما احط السالفه هذه باليوتيوب راح كثير يعرفون من هو ابراهيم الحصين. ابراهيم الحصين واحد يشتغل للحكومه، حاول يستدرجني عن طريق قضيه روز، حاول يستدرجني بعد ما قتله خاشقجي، ما ادري هو كان يبي يخطفني يبي يسممني ما ادري وشو، بس انه حاول يستدرجني وما تم طبعا لاني بلغت السلطات. المهم هو الحين بالسجن الفيدرالي، اللي ما يعرفون الآن يعرفونه، هو الآن بالسجن الفيدرالي. في نهاية أكتوبر راح يصير شيء خاصة، ما بيقول التفاصيل بتشوفونها بالأخبار الأمريكية. طيب بتشوفونها بالأخبار الأمريكية. راح يصير لي دور في هذه القضية، ما راح أقول لكم وش دوري، بتشوفونها بنهاية أكتوبر. الشيء الثاني متعلق بقضيتي مع اللي اسمها مودل روز. الشيء الثاني والمهم، خبر مرة حلو بيعجب الناس اللي يحبوني، راح يصير فيه تغييرات جذرية في قضيتي إن شاء الله يعني قريب، للحين ما صار شيء، راح يصير تغيير جذري
وراح تاخذ قضيتي اهتمام من اهتمام اكبر، لان قضيتي من اول ما رفعت القضيه ما اخذت الاهتمام اللي تستحقه. في اشياء كثيره او خطوات المفروض نسويها تجاه هذه القضيه الكيديه ما سويناها. فما ابي اقول التفاصيل واحكي بالتفاصيل الان، لها يوم ثاني، لها بلوج ثاني، بس الان راح يتغير الوضع وراح يصير التمثيل احسن من قبل، وراح ركز في نقاط كثيره من صالحي. فيعني تغييرات للافضل، عرفتوا؟ فما راح برضو ما اقدر اقول لكم التفاصيل، ليش؟ لانه مو حلو عدوي يعرف انا وش قاعده اخطط عليه او ايش راح يصير. راح يصير تغييرات كثير بس، ومهمه مهمه مره، مفصليه في قضيتي معاها. فمره متحمسه. يعني كل اللي اقدر اقوله لكم ان تمثيلي في القضيه راح يتغير تغيير كامل، كيف انمسكت القضيه، كيف دافعت عن نفسي، كيف كيف كيف، كله راح يكون يعني بالشكل المفترض يكون فيه من زمان، لانه انا تعرضت للتشبيه، تعرضت ما راح اقول استقبال لاني انا عارفه وش قاعد يصير، بس تعرضت للاستغلال. فحتى المحامي اللي يمثلني الان هو شاطر وكويس، بس انه يعني هذا المحامي يشتغل لحاله، مستوعبين انه يشتغل لحاله، مو شركة عنده محامين ثانيين وكل محامي ياخذ، هو يشتغل لحاله، عنده قضايا ثانية كثير، ما عنده مساعدة، ما عنده احد، فما يقدر يركز تركيز اللي تستحقه قضيتي، خاصة ان القضية حقتي بالنسبة للقضايا الثانية اللي مسلمة تعتبر سخيفة، قالت وقلتي، فهمتوا قصدي؟ راح يصير من تمثيل، راح يتغير تماما، راح يكون تركيز كامل على القضية. اللي يشوف كلامي كثير على قلصنا يطلع من الجروب، لكن 6 مليون غيرك في تويتر يقول انه كلامي مو بعلق غير سنة، يتابعوني ويشوفون ايش اقول. فالموضوع جدا 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 مهم، راح يغيظ الطرف الثاني، لان الطرف الثاني اصلا اوريدي منغاض ومتورط ومتوهق بنفسه. وبس والله، وهذا اللي عندي كله اليوم اقوله لكم. خلصت كلامي، بس اللي بحب اقوله برضو اختم اللايف فيه، انه يا شعب يا سعودي، اذا في سعوديين يسمعوني الان او بعدين على اليوتيوب، ما طلبنا منكم تطلعون بالشارع وتسوون مظاهرات وتسوون انقلاب، ما طلبنا منكم شيء، ما طلبنا منكم دعم مادي، ما طلبنا منكم حتى، يا عمي قلنا لكم دائما نقول لا تسوون رتويت ولا لايك اذا بيضركم، ما طلبنا منكم اي شيء. يا اخي قل خيرا او فاصمت. سعوديات بنات بعمر الشباب، بنات يخدمون البلد، واحدة دكتورة واحدة محامية، وينسجنون عشانهم طالبوا بحقوق، ناس طالبوا باستواقة وقعدتوا تسوقون الآن، لا يعني ما فيكم خير لهم، وتشوفونهم خونة للبلد وانتم الآن تسوقون، وهم بسبب انهم صعدوا الموضوع دوليا صرتوا تسوقون، صار عندكم شوية فتات حقوق تطلعون وطلعونهم خونة، ولا تطعنون في ظهرهم، ولا تطعنون في شرفهم. ما طلبنا منكم ولا مساعدة، يا شعب يا بائس يا جبان يا خائف، ما طلبنا منكم شيء، ومع ذلك لازلتوا تسمون هذول البنات خونة للبلد. هل هو أنتم لأنكم خايفين تقولون هالكلام علشان تورون البلد ولاءكم وما يجيكم شيء؟ لأن الحين الاعتقال والأشياء هذه صارت تصير حتى على رتويت، صارت تصير حتى على 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 لايك، صارت تصير حتى على تابعت فلان بالانستغرام، يعني صارت شيء مو طبيعي. التهديد والتشبيه حتى لو ما شبحوا عليك بالحقيقة من اعتقال وكذا، يشبحون على الواحد في رزقه إذا كان في البلد، يشبحون على الواحد في عيب، عيب استوا على وجهكم. إذا ما أنتم شايفين القمع والظلم هذا للحين مو حاسين فيه، بيجيكم يوم تحسون فيه. أنا ورثي انحرمت منه، حقي المادي انحرمت منه، جوازي انه يتجدد مثلي مثل اي مواطن سعودي او اي مواطن لاي دولة انحرمت منه. ليش؟ والله ليش تفضحين فسادنا؟ والله ليش والله خيارات الوطن مش اني افضح فسادك يا تركي الشخة شت الحين بينقطع، ما اقدر اقول هذا في اليوتيوب، ولا انت يا محمد بن سلمان. انا احب وطني، انا خايفة على وطني، انا ابغى وطني يكون احسن من احسن اي بلد انا عايشة فيه الان. لكن يعني والله العظيم الكلام هذا قاعد يطلع من قلبي، ما ادري ايش اقول لكم، يعني لا فلتر لا ماني حاطه والله، يعني بس اللهم شعري اللي صلحته عشان ابغى اطلع بشكل يوصل للناس، ما يحسون اني انا قاعده اتصنع. قسم بالله يعني احنا نبي مصلحه البلد اكثر من اي شيء، ومع ذلك انحرمنا من اشياء كثير لو اقولها ما اخلص، والله لو اقولها ما اخلص، بس عشان نبي مصلحه البلد.
في الأخير يجون يقولون فلانة وعلانة مشاكل، رعيت مشاكل سنة طويل. نحن عليكم. أبا أختم بهذه الجملة، من فرعنك يا فرعون قال عبيد. والآن أنا أفتح الباب للأسئلة، في أحد عنده أسئلة يبي يسأل شيء قبل أسكر؟ حياكم. هل جمالك طبيعي أو فلتر؟ لا، أول شيء بغض النظر إذا الموضوع استدراج أو لا، أنه جميلة، لا لا فلتر لا مكياج ولا شيء، طالعة كذا ها كني تعبانة. مثلية الجنسية حق من حقوق الإنسان، سواء عجبتك ولا لا. عرفت صنفك المنتهي يعني. باي باي باي. إيش رأيك باللاجئات اللي رجعوا؟ سؤال حلو. بالنسبة للاجئات اللي رجعوا، لا تثقون فيهم. تزوجتي دانا؟ اي نعم تزوجت. لا تثقون فيهم، ما عندهم سالفة. غالبا 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 شوفوا، ما في احد طلع من السعودية راح يرجع لها الا في حال سوى ديل مع الحكومة، والديل هذا بحد ذاته نفس يعني يطلعون بسناب او يسوون شوشرة بتويتر انه انا طلعت ما عجبتني بلد الغربة، انا محمد بن سلمان ما اعطي المرأة حقوقها، انا ابغى ارجع للبلد زي كذا، هذا كله بحقه يعني. فأي أحد يثق أو يصدق هذه البروباغاندا غبي، لأنه حتى أحياناً تكون يمكن من بنات جايين أصلاً وطالبين لجوء يعني بدراية تامة أنهم راح يسوون هذا الشيء كله بعدين علشان يشككون بمصداقية طلبات اللجوء للنساء السعوديات المستحقين حقيقي للجوء. هي خطط كلها يعني. بس هذا اللي عندي. اللي يقول لي حقوقك بالتعري بالتعري، أنت معناته عقلك في مؤخرتك، لأن هذا تفكيرك. فبس هذا اللي أقوله لك، ما بقضي وقتي عليك إذا أنت مختصر الحقوق كلها بالتعري. حمار غبي، نهيك الحمير، هذا مش تعبير أو كلام أو حقوق رأي، هذا نهيق حمير. المهم يا جماعة، في عندكم سالفة؟ عندكم أسئلة ثانية مهمة؟ لأن الحين بس قاعد الذباب يقرقر ويبربر. أوه ما شاء الله، سكرين شوت تهديد. اوكي سيمز لايك خلصتوا اسئله. راح اطلع. شكرا على اللي سووا لي لايك. شكرا على اللي سمعوا الكلام وما قالوا ادبهم. شكرا، يعطيكم العافيه. وبس يعني.